إذا كان الإنسان يجمع المال ليشتري أرضاً أو ليشتري بيتاً أو ليتزوج، إذا دار الحول وما تزوج يدفع زكاة عشان يعجل يروح يتزوج، ويصير الزواج بالأجل، يصير الزواج بالأجل. يعني المهر قالت له مثلاً 5000 دينار، يقول طيب أنا عندي 2000 الآن وطالبيني، وهذا غير اللي هو المؤخر الصداق. مؤخر الصداق الذي يتعامل معه الناس اليوم صحيح قليل جدا في بلادنا، لكن كثير جدا في كثير من بلاد المسلمين، هذا لا يجوز. مؤخر الصداق المعلق بالطلاق، إن طلقته تدفع هكذا مؤخر، هذا خطأ. الصداق المفروض يكون واضحا، واضح الصداق. كم صداقك؟ 5000، معجل 2000، طالبيني 3000، بحيث لو أنا تزوجت مثلا وكان الصداق 5000، دفعت 2000 ومطلوب 3000، بعد سنة سنتين 3 سنوات توفيت، مت وأنا طالبني 3000 دينار من الصداق، هل تأخذ الصداق من رأس مرفوع من الميراث قبل أن يقسم الميراث؟ لأن دين طالبني 3000، إذا قلنا تأخذه إذن هذا جزء من الصداق. أما على قول من يفعل اللي هو مؤخر الصداق، إذا مات قالت له مثلا 5000 مقدم و 5000 مؤخر صداق، لو مات دفع 5000 المقدم ومات بعد ذلك ما طلق، مات، هل تأخذ 5000 أو ما تأخذها؟ ما تأخذها، إذا ليس دينا، ليس دينا، وإنما بدعة. هذه بدعة لا أدري من أين جاءتنا، وهي قضية مؤخر الصداق. إما أن الأصل عند أهل العلم مؤخر الصداق هو جزء من الصداق، ولو مات قبل أن يدفعه يكون دينا عليه. أما أن يكون مؤخر الصداق هذا معلقا بالطلاق فقط، فهذه بدعة ولا يجوز التعامل بها، ولا يجوز وضع مؤخر صداق. وإذا قال واحد شاسر مو راضية إلا بمؤخر صداق، طيب مو راضية غيرها، تزوج غيرها، قال أحبها وما أقدر، وهذه حطه من ضمن المهر، حطه من ضمن المهر. قالت أبي 5 مقدم 5 مؤخر، قل لا 10 مقدم، خلاص متبين 5 مقدم 10 مقدم، خلاص واكتبه دين عليك، بحيث لو مت تأخذه من التركة. أما أن يجعل هذا المؤخر فقط في حال إذا طلق تمسكه من هني، طلق ادفع 5000، لا. وأحيانا يحطون مؤخر صدق شنو؟ مبلغ يعور 20000 100000 كذا، حتى إيش ما يفكر في الطلاق، هذا خطأ لا يجوز. فالقصد أن مؤخر الصداق إذا كان جزءا من الصداق فلا مانع، أما أن يجعل فقط عند الطلاق فهذه بدعة وليست من ديننا في شيء. سمو عبد الرحمن.